موافقته، مع العلم انه ولو يكونوا هذوك التصاور اللي ركبتي انت هذيك التركيبه ديال دوك التصاور كان تصورتيه في مكان في مكان عمومي، كنتي صورتيه في الشارع العام مثلا هو نفس الشخص، ولكن انت ممنوع عليك تشد هذيك الصور ديالو وتركبها وتصايبها كشريط فيديو وديرها في في, في 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 وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هنا راه ممنوع عليك باش تدير ولو كون صورها فسميتو تتضمن صور واقوالا حقيقيه كشريط فيديو بحيث يغير التسلسل الطبيعي للشريط بالشكل الذي يغير المعنى او صحه ما قاله المجني عليه. يعني هذا الشيء اللي كاين. النقطه الثانيه وهي تجريم القيام ببدء او توزيع اجراءات او وقائع كاذبه. هذا هو مربط الفرس. ملي كتجي انت كتصرح لوسائل الاعلام وكتقول لهم شي وقائع وكتنسبها لشي شخص وهذيك الوقائع غير صحيحه ما صحيحاش، فهاد الحاله هذاك الشخص عنده الحق يتابعك والقانون كيتابعك والنيابه العامه غادي تتابعك، غادي تتابعك بالفصل 447 جوج، لانه ممنوع عليك تجي تنسب وقائع وتوزعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوزع هذيك الادعاءات وديك الوقائع الكاذبه. المشرع ما تيحددش طبيعه الوقائع والادعاءات، ولكن خصك تكون هذيك الصور او الاقوال مجرد معلومات كاذبه، يعني دير شي ترافيك تنسب ليه شي جرائم تقول بانه تيدير هذه هو ما تيديرهاش وانت ما عندكش الحجاج عليها واخا يكون تيديرها، لانه هو الا كان تيقوم بهذاك العمل الاجرامي وكان وانت سمعتيه هكاك ما عندكش حجه راه يعاقب عليه القانون. ما تديروش ما تنشروش، خاصك حتى تكون عندك الحجاج الكافيه باش تدلي بها باش ما تبقاش متابع في هذا الاطار هذا، لان الا بقيتي هكا راه بغيتي تتابع ثاني بالفصل 447 على جوج، لانه تيكون عندك القصد الجنائي خاص وتيتمثل في نيه ديالتك المساس بالحياه الخاصه لهذاك الشخص اللي هو عنده مسائل خاصه وعنده كذا ديالته، ما خصكش تكون عندك نيه التشهير به وتدي ليه الفضيحه كما تنقول، تنقول ليه غادي نفضحك وغادي ندير لك وغادي ندير لك. هذاك المسائل هذيك المسائل راه غير قانونيه ومعاقب عليها. ملي كنجيو الفصل 447 3 كنلقاو به بانه تيرفع العقوبه، تيرفع العقوبه في حالات معينه، في حالات معينه الا كان هذاك ذاك الى كان مثلا مرتكب هذا الجنحه ديال التشهير او الادلاء ببيانات كاذبه او كذا المنصوص عليه والعقوبه تاعها في الفصول 447 447 جوج، فإلا كان مرتكب هذا الاعتداء من طرف الزوج او الزوجه او الطليق او الطليقه او الخطيب او احد الاصول او الكافيل او شخص له ولايه او سلطه على الضحيه، فهنا المشرع طلب من من من, من المحكمه باش ترفع العقوبه، باش تذوب العقوبه وتترفع العقوبه وكتولي 5 سنوات والغرامه ديالتها من 5000 درهم حتى ل 50000 درهم. هنا باش هذوك الناس اللي تيكونوا عندهم علاقات بيناتهم ملي يوقع الخصام بيناتهم ما يخرجوش للعلن ويبداو تيفضحوا في بعضياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بدون حق. هادو هما الفصول ديال القانون الجنائي واللي تيجرموا التشهير واللي الناس خايفين منهم. وردوا بالكم وعاودوا قراوا هذا الفيديو وشوفوه، والسلام عليكم ورحمه الله.